مما يترخص فيه من أمر الغناء الغناء للجواري الصغار في وقت العيد والعرس. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة في بيتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندها جاريتين تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. والغناء ذات شوف كلماتهم كيف أتيناكم أتيتوا فحيونا نحييكم كلام طيب ذاته. وده خاص للجوار في وقت العرس. والدليل على الخصوصية أن أبو بكر الصديق لما دخل قال أمزمار الشيطان أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله. أنكر على الجاريتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطي فقال يا أبا بكر دعهما فإن هذا يوم عيد. العلماء أخذوا منا ضابط إنه إنكار أبو بكر الصديق على الجاريتين وتسمية هذا الغناء بمزمور الشيطان يدل على إنه ده ما فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال له ده ما مزمور الشيطان، لا، ولا قال له إنه الغناء أصلا بجوز يا أبو بكر الصديق، أنت جبت التحريم من وين؟ لا، أقره على أن هذا مزمور الشيطان والغناء محرم، لكن ترخص للجاريتين في وقت العرس أو العيد. وبعض أهل العلم قاس على الجارية المرأة وقالوا يجوز للمرأة في العيد وفي العرس وفي استقبال الغائب. بعضهم قال استقبال الغائب وإن كان الشيخ الألباني يخص هذه بالغائب كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يزول ثاني، دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. كويس. العرس والعيد للنساء للجواري. أسا واحد يستدل لك يقول لك حديث الجاريتين ودعهما يا أبا بكر إن هاتان جاريتان. كويس. أها. وإذا تستدل على منه تلقى جايب له فنان صلعت لهنا يقول لك حديث الجاريتين. طيب ده جارية يا ناس، هل ما يجوز للجارية يجوز للرجال؟ ما ممكن يكون ده جارية وصلعته كده لهنا، ما ممكن أبدا. ما يجوز للجواري لا يجوز للرجال أبدا. ولذلك هذا الحديث خاص بالجواري في وقت العيد أو في وقت العرس والفرح ويكونوا براهم ما يلموا الرجال وتلقى واحد برقص في النص تسأله يقول لك أي ما جواري أنت دخلك شنو؟ راجل ما عندك علاقة. هذا خاص بالنساء في وقت هذه الأفراح. طيب، وكذلك يباح منه ما كان بالصوت العادي دون ترنيم، ما فيه آلة، لا كمانجة لا غير أي شيء، ما فيه أي آلة من الآلات، بالصوت العادي كحذاء السفر. زول مسافر بيركب الإبل، الإبل بتمشي أسرع لو قالوا لي أبيات من الشعر على نظم الحذاء، لكن ليس فيه ما يخل بالمروءة ويخرج الإنسان عن طوره، إنما هي أبيات من الشعر تلقى على سجية العرب. هذا ليس فيه إشكال وليس فيه مانع. أما دخلت فيه الموسيقى حرام. بالنسبة للنساء الدف فقط، الدف اللي هو خشبة وعلى جلدة دل بجوز. أما الطبل ما يجوز. كويس. ولا الدلوكة دي ما دف، ناس يقول لك دي الدلوكة، لا ما دف. الدف ده براء وصوته ما عالي، الدلوكة دي بتلم الحلة كلها، صوته ما عالي، دف صغير. هذا يجوز للنساء في كما ذكرنا في العيد وفي العرس. أما أن يتخذ الغنى وآلات الطرب تتخذ دينا وعبادة، ده أسوأ من الفاد كله. ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية وأناشيد الصحوة وأناشيد الجهاد وأناشيد غيره، هذه الأناشيد والمنظومات الملحنة بالموسيقى حرام. ومش أن سميتها إسلامية بقت حلال، ما ديل بيسموا ساي يقول لك إسلامي، نشيد إسلامي، حفلة إسلامية، اختلاط إسلامي، أي شيء إسلامي، بنك إسلامي وتلقريبه كله. شوف الشيء كونه يسمى إسلامي ما معنى حلال أبدا. الحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أناشيد إسلامية، وأسوأ من ذلك المدايح، لأن المدايح جمعت
بين الغلو الشركي وبين الموسيقى. يقول لك مديح المصطفى كويس، النبي صلى الله عليه وسلم تمدحه بالحرام، مديح النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لك قصائد ويبدأ لك بالرسول ويتمها بالشيوخ بتاعنه، شيخنا فعل وشيخنا طلع ونزل وطار في السماء ومرق من القبر ورجع تاني وغيره من الأباطيل. لو الموسيقى حلال الكلام ده حلال اللي بيقولوا ده كله ما يجوز، ويكون ظلمة فوق ظلمة لما يكون بالموسيقى والكلام في حد ذاته من المحرمات. لذلك عباد الله الإنسان يطهر سمعه عن الحرام، فأنت مسؤول عما تسمع يوم القيامة، تسأل عما تسمع. الأمر ما سدى يا أخي، الآن مع ثورتي وسبحان الله ممكن تقول ثورة تحت الجلاكسي في السودان أو الموبايلات المتطورة دي، الآن صار ما من شاب من الشباب بلغ 15 من عمره إلا وله جوال مركب السماعات بتاعته وبيسمع أغاني. ده غير الأشياء الثانية من الفواحش والأشياء الخطيرة اللي بيسمع وشاهد فيها الشباب الآن. ونحن سبحان الله كأولياء أمور بس نشتري الموبايل ونجيب له السماعة ونديه ونطلق له العنان فيفعل ما يشاء فيفسد. أنت مسؤول يا ولي الأمر، مسؤول عن هؤلاء الشباب. أنت بتشتري له موبايل ويقعد في غرفة براو بيسمع في شنو؟ بيسمع لمن؟ يتلقى عن من؟ يا ناس هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لذلك عباد الله الحذر الحذر، والتقوى التقوى، والورع. إنسان يزكي سمعه ويزكي بصره عن كل ما يحرم.